يا أصدقاء وحشتوني، بقالي شهر بوظف في مجموعة من المحاضرات. أنا في الفندق اللي فيه المؤتمر اللي بكرة هبتدي المحاضرات فيه إن شاء الله. بكرة عندي ساعة كاملة وهقسمها مع حضراتكم على 6 عناوين هتتنشر كل يوم عنوان منها. Theory behind targeted therapy. إيه القصة؟ أي علاج في الدنيا is targeted. له تارجت، ولكن العلاجات التقليديه بتاعتنا سواء مثلا على سبيل المثال الكورتيزون، الانتي بايوتكس، الادويه المضاده للاورام، بتغطي مجموعه كبيره قوي من السيلز. تارجت الثيرابي هنا ريفيرز تو سبيسيفيكالي تارجت سيرتن باث ويز ريسبتورز اور مولكيولز. يعني هنا بنحاول على قدر الامكان انه النشان يبقى دقيق عشان ما ناذيش الخلايا اللي مش عايزين نوصل لها بالتارجت الثيرابي بتاعنا. لما دورت على التارجت ثيرابي الديفينيشن في المراجع لقيته ان الفوتو دايناميك ثيرابي والتوبيكال نيو موديليتورز كالسيوم انهبيتورز فور اكزامبل دي تارجت ثيرابي. احنا شغلنا دلوقتي موجه ناحيه موضوعين البيولوجيكس مونوكلونال انتي بوديز وسمول موليكول انهبيتورز اللي اكزامبل ليهم الجاك انهبيتورز. ليه؟ لانه هم دول اللي عليهم كلام كتير دلوقتي، وانا يهمني ان احنا نبقى فاهمين العلاجات دي جات ازاي وجاي عشان تشتغل ايه بالظبط. هفكركم بالهيستوري. احنا كلنا ابتدينا الدراسه بانه كل خليه جواها كنترول سايكليك اي ام بي وسايكليك جي ام بي. سايكليك جي ام بي بوشز ذا اكتيفيتي بوزيتيفلي اوف ذا سيل انسايد، وايل سايكليك اي ام بي كنترولز ذيس اكتيفيتي. And we were taught that انه سايكليك اي ام بي از ذا جود جاي، بما معناه انه الخليه لو اتثابت to go for its activity unchecked هنا it will go away. خلاص تبتدي الخليه تبقى فوضويه، بينما الكنترول هو اللي بيخلي الخليه تمشي في التراك الطبيعي بتاعها. يبقى بيزيكالي معظم الديزيز اللي بتمر علينا باستثناء الايجنج، معظم الديزيز اللي بتمر علينا بيبقى سببها ان الخليه went out of control and you need to control the activity, the extra activity. This is one historical fact, historical scientific fact. The other one, and I still remember 1996, last speech, the State of Union, بالUS President Bill Clinton, بعد ما خلص كل الكلام على الأتشيفمنتس اللي حصلت في عهده، بيقول وأنا بزف للعالم إنه الأمريكان ساينتست completed deciphering the human DNA. إيه بقى الفاليو بتاعت إن ده يبقى هو الكريمة اللي على كل إنجازاته؟ إنه فكوا شفرة الـ DNA بتاعت الهيومن. ده البيز بتاع كل الجين ثيرابي، ده البيز بتاع الديفلوبمنت الخطير جدا في اتشيفمنت، لانك تعرف مولكيولز معينه. ولما تيجي النهارده تقرا الباثوجينيسيس بتاع اي ديزيز هتلاقي بيقول لك الجين انكودنج. ده شغل الامريكان ساينتست اللي من 96 لحد النهارده عمل طفره في توجيه العلاج ناحيه فيري سبيسيفيكالي، ناحيه فيري ماينيوت تارجت هو اللي انت عايز تخبطه. اتربينا ساينتفكلي وعرفنا انه الاميون سيستم هيومورال وسيل ميديتد، يعني انتي بوديز وتي لينفوسايتس. عرفنا ان في انتيجين وان الانتيجين ده ستيمولييتس فورميشن اوف انتي بوديز. انتي بوديز دي البي سيلز تحول لبلازما سيلز تطلع الانتي بودي، وان ده اندر كنترول اوف تي سيلز وذر بروموتنج اور هيلبنج اور ريجوليتنج اور كنترولنج ريديوسنج ذا اماونت اوف انتي بوديز عشان تبقى مظبوطه. الانتيجين بالمنظر الرف اللي احنا كنا عارفينه زمان انه لارج سايز مولكيولر ويت معين بروتين موستلي عشان تستيميليت الاميون سيستم، عليه مجموعه من الانتيجينيك ديتيرمنتس. يعني خليني اقول انه اتس دور اوف سيف، باب خزنه مليان كي هولز، انت محتاج انه واحد فيهم اللي انت عايز بس تحط فيه المفتاح بتاعك. This is a monoclonal antibody، بينما لو حطيت المفاتيح كلها This is a polyclonal reaction. المثل اللي بحب دايما اشبهه، احنا عارفين ان the most sensitive test against the autoimmune collagen disorders هو الانتي نيوكلير انتي بودي. الانتي نيوكلير انتي بودي بيطلع جروب اوف انتي بوديز، polyclonal antibodies against many antigenic determinants different epitopes. بينما لما تيجي تشوف مثلا حاجه زي الانتي اس ام في السيستميك لوبس ارثيماتوز از فيري سبيسيفيك ليست سنسيتيف، لانه موجه ناحيه جاست وان ايبيتوب. This is a rough example of what is polyclonal monoclonal antibodies. عشان يعملوا الكلام ده تخيلوا ان هم في الثمانينات they had to develop a sort of biogenetic bioengineering lab mice without thymus.
ثايميك نيود مايس عشان ما يبقاش فيها تي سيلز خالص. ودي انجكت ويز جاست ذا ايبيتوب اور ذا انتيجينيك ديتيرمنت دي 1 تو جيت ا مونوكلونال انتي بودي، وده البيز بتاع كل المونوكلونال انتي بوديز اللي موجوده دلوقتي. بينما الجاك انهبيتورز كان ليها قصه ثانيه برضو. احنا 40 او 50 years ago اتعرف ان في حاجه اسمها مايكرو تيبيول مايكرو فيلمنت كومبلكس، ايه ان ما بين سيرفيس ريسبتورز اند ذا نيوكليس اند الميتوكوندريا انسايد سيجنالز جو اند كم باك بتوين بوث اوف ذم، يعني السيل بتحس باللي حواليها وتدي الاوردرز للنيوكليس والميتوكوندريا عشان يرسبوند، والريسبونس الكيميكال بتاعتهم اور البيلدينج اب اوف وات ايفر بيولوجيكال رياكشن بيطلع تاني على السيرفيس اوف ذا سيل. ده البيز لاين اللي اتبنى عليه اللي اتعرف دلوقتي بتفاصيله الاكتر الجاك ستات رياكشنز. هي دي القصه كلها، هي ابتدت من هنا وقفت هنا. زمان كانوا برضو من الحاجات اللي بنتعلمها انه الابيدرمال سيلز due to their contact to each other when they are in harmony there is a contact inhibition. Contact inhibition يعني no cell goes away، مفيش سيل بتبقى في اوفر اكتف بره المنظومه بتاعت الابيدرمال سيلز. When they lose the contact inhibition يبتدي كل واحد يتصرف بمزاجه وتبتدي الفوضى تحصل، زي فور اكزامبل ده كان الباثوجينس اللي بيديه لنا في السورايس زمان. تاني contact inhibition هنا برضه ريسبتورز على السيلز، والسيل بتحس باللي حواليها whether other cells or mediators جايه لحد عندها and it does respond. ليه سموه جينس كاينيز؟ جينس اللي هو الجريك اور رومان جاد اوف ذات هاز تو فيسز، عشان كده جانوري شهر جانوري نهايه سنه وبدايه سنه. ليه جينس؟ لانه موجود على السيل من بره زي ما جاد جينس كان موجود على باب بوابه المدينه. اتس ذا جاد اوف هالو اند جود باي، هنا برضه هالو اند جود باي. ات كان انكريز or decrease the activity of the cell، يعني ممكن تمشي stimulatory وممكن تمشي inhibitory. كاينيز تايروزين كاينيز، انت بتنقل ال energy من ال ATP to the other molecules. تايروزين is amino acid, essential amino acid. وال transduction انت بتنقل DNA لجوه vector DNA عشان يأثر على الخلية الجديدة. ترانسكريبشن يبتدي النيوكليوس والميتوكوندريا يبتدوا يشتغلوا بعد الاوردرز اللي جايه لهم من الدي ان اي الفيكتور دي ان اي اللي داخل عليهم. جاك ستات باث واي از فيري كروشال ان ديتيرمينينج ان ويتش واي ذا سيل از جوينج تو بيهيف ويتش واي. وابتدوا لما عرفوا التفاصيل دي اللي هي ابتدت من زمان بالمايكرو تيوبيول مايكرو فيلمنت كومبلكس ووصلت الى الجاك ستات بتفاصيلها الدقيقه جدا، ابتدوا يتارجت parts of this JAK-STAT pathway to control the abnormal activity of the cells زي ما هنشوف في السبيتش بتاعت JAK-STAT pathway. In short عشان نلخص، انت عايز توقف النهارده الاوفر اكتيفيتي اوف ذا سيل، تبقى وي ايذر بلوك ريسبتور اكتيفيشن اوف اميون فانكشنينج سيلز، الريسبتور اللي على السيل اللي هتطلع السيتوكاين، او ريليست to block release of immune functioning cytokines, or circulating immune functioning cytokines you neutralize while they are circulating, or you block the receptor للcytokines اللي راح تشتغل في السيلز اللي راح تشتغل عليها السيتوكاينز. او وصلت هناك you block الترانسداكشن والترانسكريبشن اللي هيحصل جوه السيل اللي هو جاك ستات باثوي. دي القصه كلها بتاعت التارجت ثيرابي وذر مونوكلونال انتي بوديز اور جاك انهبيتورز. بكره ان شاء الله يا اولاد هنتكلم على المونوكلونال انتي بوديز اللي افكتيف او اللي موجوده لحد دلوقتي، وهتستغربوا من هنا لبكره غالبا هيكون في مونوكلونال انتي بوديز جديده طلعت انا ما اعرفهاش ومش موجوده في المحاضره. تو ذات اكستنت الموضوع ماشي بسرعه قوي اند وي نيد تو كاتش اب ونعرف التارجت ماشي ازاي. انتظروني بكره في نفس الميعاد على الساعه 10 بالليل ان شاء الله، وتعالوا نشوف المونوكلونال انتي بوديز المشهوره اللي موجوده دلوقتي فور ذا ماتولوجيك يوز. يلا يا اصدقاء، سلام.